السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في كيك، واليوم جيت نشوف الجديد في الجهه نتاع الديكورات والاواني. بقاو معايا. واول حاجه غادي ندير لكم هما هاد البلاطويات اللي هما نتاع البديع. هكا الديكور كيجي مستطيل، فيه اللون الاخضر واللون الابيض، اللي الثمن ديالو 2.99 €. وكاين حتى هاد الحامل نتاع الشومه، تشوفوا الشكل ديالو باللون الاسود اللي هو نتاع الحجر، 3.99 €. وكاينين حتى هاد الديكورات اللي هما نتاع البديع ب 1.99 €، فيه جوج الوان. وكاين حتى هاد الديكور على شكل اناناسه اللي هي نتاع البديع، الثمن ديالها 2.49 € باللون الذهبي. وجابوا هاد الديكورات بحال هادي كحامل نتاع الشميعه، يديه بحال خرشف، الشكل ديالو ب 3.99 €، فيه جوج الوان. وكاين حتى هذا اللي هما نتاع البديع ب 1 €. كاين حتى هاد الكاس فيه حامضة ب 1.49 €. وكاينة هادي اللي هي نتاع الحديدة، دايرة بحال القفص، الثمن ديالها 3.99 €. وكاينين هادو اللي هما نتاع البديع، هاد الديكورات نتاع الورق نتاع الشجر، الثمن ديالو 1.99 €، فيه جوج ألوان. وجابو هادو اللي فيهم الشميعات كيطلقو الريحة، كاين لون الليلة باللون الأخضر، هادو الثمن ديالهم 2.99 €. وكاين حتى هادي، هادي من تحت نتاع الحجر وفيها كاغل الشميعة على شكل وريضة، الثمن ديالها غادي تشوف 2.49 €. وكاينين هاد البلاطويات اللي هما نتاع الخشب، فيهم هكا ديكور نتاع حامضة، الثمن ديالهم 4.99 €. كاينة هادي، هاد القرعة اللي منها نتاع الجاج، منها نتاع الخشب، وهذا حتى هو نتاع الخشب، الثمن ديالو 3.99 €. وجابو حتى هاد الكاس، شوفو اللي هو نتاع الشاش، داك الشجاج اللي هو صحيح، الثمن ديالو 2.99 €. هكا العصير، وشوفو يا البنات شنو جابو، جابو هاد البصل اللي هما نتاع البديع، هذا كيجي شوية غارق، 2.99 €. وكاين حتى هاد التبصيل، هذا 2.49 €. وفيه حتى الزلايف بنفس الطريقة ب 1.99 €. وفيه الطاسة، هذا الثمن ديالو مكاينش، هو ب 2.49 €. وكاينة حتى هاد القرعة، حتى هادي عجباتني، تحطو فيها العصير كتجي رائعة كيفاش كتسد، لي الثمن ديالها 3.99 €. وفيها حتى الكاس إلا بغيتو ديرو التناسق هكا في الكيسان، كيجي شوية طويل ب 1 €. وكاين حتى هاد بلاطو، حتى هو نتاع الخشب، فيه هكا الحامض وفيه حتى هاد الشكل، لي الثمن ديالو 4.99 €. وكاين حتى هاد السوانيت لي الحبكية فيهم جوج، كيجيو هكا مستطيلين، وحدة كبيرة وحدة شوية صغيرة، الثمن ديالهم 7.99 €. الكبيرة كل واحدة الثمن ديالو بوحدو، الصغيرة ب 5.99 €. وكاين حتى هاد الخزانة نفس الطريقة اللي جابو واحد المرة أكسيون، فيها ثلاثة نتاع الإيطاجات اللي هي كاملة نتاع الحديدة، عندها روايض ربعة، دارو فيها تخفيضات، رجعوها ب 14.99 €. وكاينة هاد الساعة اللي كتلصقوها هكا في الحيط، كتجي هكا فرديين وكديروهم على الشكل اللي بغيتو، ب 12.99 €. وكاين حتى هاد الديكور اللي كتعلقو هكا في الحيط، كاين لون الفضي وكاين لون الاسود، هذا الثمن ديالو 4.99 €. وكاين حتى هاد القراعي هكا كفاز، ديروا فيه هكا وريضات هنايا، فيه اللون الغصبيبي اللون الابيض، الثمن ديالو 1.99 €. وجابوا حتى هاد الاغلفه نتاع الوسادات اللي فيهم 40 على 40 سنتيم، الثمن ديالهم 2.99 €. وكاين هذا بنفس الثمن، فيهم فقط اللون الاسود سامبل. وجابوا حتى هاد الشومه اللي نفس الطريقه اللي كيجيبوا حتى اكسيو، الثمن ديالهم 1.49 €. وفيهم الالوان، كاينه هذه شمع على شكل دار، حتى هي فيها الالوان ب 1.99 €. كاينه هذه كتجي الشكل ديالها كبيره كاع، الثمن ديالها 2.99 €، فيها اللون الابيض واللون الروز. ودخلوا حتى هاد الوسادات كيجيو صغار دائريين، فيهم 30 سنتيم في الدورة ب 6.99 €، كاين الكرونا، كاين الأخضر الملكي. وجابوا حتى هادو، هادو وسادات نتاع الغرف نتاع الأطفال، فيهم رسوم نتاع ديزني، لي الثمن ديالهم 4.99 €.
كاينين حتى هاد الديكورات على شكل سلاحفات نتاع البحر، اللي هما نتاع البديع بجوج قروض 99 فيه جوج الوان، وكاينين هادو بجوج قروض 99 حتى هما كاين فيهم اما هاد الشكل، وكاينين هادو صغيورين بقروض 79. وكاين هاد الديكور هاكا كتعلقو في الباب نتاع الدار فيه الكتابة بالإنجليزية، حتى الثمن ديالو 4.99. وكاينين حتى هاد الطاسات هما نتاع البديع فيهم الكتابة بالإنجليزية، الثمن ديالهم 4.99. وكاين حتى هاد الشكل. ودخلوا هاد الكيسان هادو زوينين هكا الإكسبريسو، فيهم 6 صحاب ليا، فيهم غير 3 بجوج 4.99. وكاينين حتى هاد القرايب اللي هما نتاع بلاستيك كيديرو فيهم هكا المشروبات بجوج 4.99، في الشكل نتاع دلاعة ولا الشكل نتاع كيوي. وكاينين هاد فيهم هاد اللعيبات تمنى كيعجبهم هكا البنات اللي كيعجبهم بحال هاد الشي بجوج 4.99، فيهم جوج ألوان. وكاينين هادو هاد الغرف نتاع بلاستيك مع الغطاء ديالو هكا الماء ولا في العصير بجوج 4.99 بنفس الشكل، دارو فيهم حتى زلايف فيهم 3 في الباكية، الثمن ديالهم 4.49. وفيهم الطاسات، الطاسات فيهم 4 هادو الثمن ديالهم 4.49 حتى هما. وجابوا هادي عند كيك، هاد الموس اللي هما خاصين تاع البيتزا، وهادي اللي كتقطع لكم البيتزا فيها جوج في الباكيه بجوج 4.99. وكما كتلاحظوا هادو هما الجديد في الاولي والديكورات عند كيك. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.